الظروف شاءت كده ان انا كنت صغير وفي 86 مع الوالدة والوالد في القسم الدراسي مع الحاجة يعني بالاخص، ورحنا وكنا قاعدين في تعز، كانت البداية لينا هناك. وحصل ان احنا يعني كانت اول مرة في حياتي اطلع استاد الشهداء الشهداء. طبعا كان حاجة جميلة جدا بجمهور قوي جدا، بين المباراة دي كانت بين الاهلي وطليع طالع والطلائع، ديربي طبعا طالع ديربي ده طليع ديربي تعز ديربي قوي جدا في تعز. طبعا كان ماتش كبير وايام كانت جميلة جدا، وتقريبا على ما اذكر ان الاهلي كسب طليع ساعتها وحصل وفاز بالدوري كمان 86 تقريبا واخد بال حضرتك. فكان تفتكر كام لكام؟ يعني تقريبا كان 2-1 على ما اذكر يعني. وطبعا الجمهور يعني المحب جدا طبعا، فكان يوم عصيب شويه وكان يوم جميل بالنسبه طبعا لجمهور الاهلي ان هو كسب طبعا الديربي الاساسي بتاعه. فكان ايام حلوه يعني، كانت دي البدايه بالنسبه لي. كنت سعيد بيها جدا 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 وكنت مبسوط لان دي اكيد مجال اللي انا بحبه، كره القدم بشكل عام. قلت حصلت خناقه بعدين، حصل خناقه طبعا، وبخاف يعني جري والدي والدي خدني وشالني على كتفه وجرينا في الشارع كده لغايه ما وصلنا لغايه البيت يعني. كان يوم صعب شويه في الجزئيه دي يعني. فكان طريف، وبعد كده يعني حاولنا نروح تاني وكده، بس طبعا كان الوالد كان خايف عليا شويه بحته ان انا يحصل حاجه او اي حاجه موقف من دون يعني.